هشام عباد الله اكبر هشام عباد هشام عباد صحابي حر هشام عباد صحابي حر. مرحبا بكم في الجزء الاخير لايف يوم 19 اكتوبر 2022، وين راح نتكلموا على اهم حدث وهو شن حملة اعتقالات كبيرة ضد بعض العسكريين ضباط من جهاز الامن، من جهاز الامن الداخلي، ومسعود أني راح يمسوا الأمن الخارجي بتهمة تسريب معلومات. تهمة تسريب معلومات هذه جات بأوامر شخصية من البوال، من البوال اللي معروف قائد أركان الجيش سعيد شنقريحة. وعلاش هذا؟ لأنه في حرب الأجنحة ما يتصارعوش ديالات بيناتهم، يتصارعوا من خلال العناصر دياولهم. ألور الآن شنقريح واش يدير؟ يستغل أمن الجيش لأنه راه في يده، ماهوش في يد جبار مهنة. جبار مهنة عنده الدي جي ال اس وعنده الأمن الخارجي، وراه الان حاكم تبون في يده. طبعا حاكم تبون لانه كيما شرحت ديجا قلت راهم ان شفيق مصباح رضوان راهو على روتريت، شفيق مصباح راهو مستشار تاعنا، هذو كلهم في فريدور فلك نزار وتوفيق بيأثروا على تبون ويعطوا له شغل من الشجاعة، قال ما تخافش من شنقريحة، وبالتالي باش هو اللي يكون ياخذ القرار تاع إحالة شنقريحة على التقاعد. شنقريحة يشوف يقول له كان نروح للتقاعد نروح للحبس، هذه عقلية كامل جنرال، التقاعد يعني السجن. ألو لازمو يتحرك، باش يتحرك يعتمد هو ديجا نحاولوا، والزمير لي كان معول عليه درك يحاول كيفاش يدير القائد الجديد تاع امن الجيش تحت يده ويبدا يضرب في الامن الداخلي والامن الخارجي، لانه امن الجيش هو الوحيد اللي قادر يقول الضابط الفلاني راهو لازم نوقفوه ونحقوا معاه. امن الجيش ما كلهم عسكريين. تم توقيف 3 ضباط البارح، تم توقيف 3 ضباط، وبدا تحريات خص ضباط اخرين، تحريات بدات تمس ضباط اخرين في الامن الخارجي في الامن الداخلي. هنا شنقريحة داخل في حرب ديريكت مع مهنة جبار، لأنه راه يمس عناصر مهنة جبار، لأنه الأمن الداخلي تقريبا راه مسيطر عليه مهنة جبار، حتى دايرين جنرال كحال، ولكن بصفته مدير عام لمكافحة الشغب، لا ليت كونتر لا سوبفيرسيون، يدو الأمن الداخلي. نرمي مجهلي مجهل شنقريحة دي جاي سالحة الشبان من بكر سالو دي جاي الحسيف يعاود رجع جبار الى المشهد العسكري بعد ما دخل الحابس بعد قريبه فلت قريبه بالوقضاء. جبار ما رجعوش هكذاك، رجعوه باش يكون أداة في الدين القوى الخفية ليعرفوا يلعبوا وراء الريدو. توفيق ونزار مخرين مكان يحبوا يلعبوا موريد وما عرفوش، ولاو مدوا أوراق من توفيق ونزار. الآن راهم يلعبوا على رأس
شنقريحة. إنه شنقريحة نقول إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. شنقريحة ريحها والحب يسيطر على كلش. دونك يفوك يقلموا له أظافره. فارك السيد فلو يعرومي الليزانج حبس بالعقل تيارك بغيت راك حطيت روحك بارتو شوفوا فيك بارتو بالعقل بالعقل. دونك يلزم يبعد. وإذا في العهدات السابقة يعني في الأنظمة السابقة في عهد مثلا بن جديد ولا في عهد زرواد كانوا يتضاربوا بلا ما يأكلوا بعضهم يعضوا بعضهم بلا ما يبلعوا بعضهم. دونك يبلع الحبس يرمك الحبس يعريك. دونك هكذا راهي بيك ولات فيها اللعب مشان شنقريحة راهو ظهروا للحيط يلزمو يضرب فور باش يسلك يزمو يعاود يسترجع تبون يزمو يعاود يجيبو لي. ولكن تبون راهو يخاف راهو بين نارين يزم نعرفو تبون بين المطرقة والسندان اللي اونتر لو مارتو اي لونكلوم من جهة عنده جناح ومن جهة جناح جناح تاع شنقريحة وجناح الاخر تاع توفيق ونزار وجماعة الخفية ما هوش عارفين تبون ما هوش قادر ياخذ قرار. تبون ما عنده حتى شخصيه ما عنده حتى كاريزما يخاف من خياله. سرجان يخاف منه سرجان يخاف منه هذا هو المشكل تاع تبون. وبالتالي هنا اللي راهي قايمه بين الاجنحه راهي قايمه على شكون يكسب تبون بأنه تكون عنده شرعية باش يقضي عنها. المهم على كل حال لو شنقريحة يعاود يسترجع تبون وهذا شيء مستبعد راح يبعدوا لأنه ما نساوش عندنا عامين مزالوا الانتخابات الرئاسية. هل نجدوا العهدة ثانية والراجل كبر على 80 سنة باش يترشح يكمل على 85 سنة ذيلا و وبيا نحيه وشنقريحة ماذا به نحيه. لما على طول اليوم باش نتكلم على انقلاب عسكري وذا ضد تبون مستبعد جدا 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 مستبعد جدا صف ويلا رهجوه حجر هذا لا. باش يعاودوا عملية بوضياف وعاودوا ما كانش عملية شاد لانقلاب ما كانش انقلاب على زروة لزروة الهدى الانقلاب على روحه ما كانش مستبعدة لأنه تبون ما عندوش شخصية زروة مهما كان زروة ما عندوش شخصية زروة شو حبوا يلعبوا بيبقوا على خير ان جنرال ان سولدا كيفوي يهرب من الميدان هذا شي واجهه هذا اللي دونك اليوم هذه الحرب هذه تاع العصابات راح يكون عندها تأثير على الجزائر تأثير كبير وشفنا تأثير تاعها على ميزانية الدولة. كيفاش ميزانية الجيش طلعت 3 مرات يا صاحبي ايوا وين رايحين يوجدوا ما بعد نهاية تاعهم رحل تشيبا ما يشرحها باش يديروا حرب السلاح يشري السلاح باش يدي تشيبا هذا ما كان. تبون من الجهة الأخرى يضرب في 4 الميزانية على الرئاسة في 4 وين رايح بها شكل تصرف ما كانش يعني موظفين في الرئاسة كما كانوا في عهد شادلي ولا في عهد بوتفليقة ما كانش مصاريف ما كانش يخرج شادي كان دار الجزائر كاملة ودار العالم كامل بوتفليقة كيف كيف هذا ما يخرج من الدار أو حجبان راح يصرف الدراهم ولا يعني حط في الشكارة ورفن
وليد خالد وليد محمد خرج أدي للخارج. تقول لي هذا بعيناني وإن هذا في إطار الأجنحة إطار لأنه ما عندكش باش تبرر فوق 680 مليون دولار لرئاسة الجمهورية. ما عندكش باش تبرر ما كاش كيفاش. قول ربي قدر الخير بلادنا وربي بعد عليها ولاد الحرام وربي يعجب براحلها العيسى. السلام عليكم ورحمة. عشرية وإحنا خرجنا بالسلمية أتقلو قاع الصوالية كي قلنا لهم مدنية. يسقط يسقط حكم عسكر تسقط المخابرات.